انا مش هقول لك الناس بتقول ايه، بس هسالك سؤال. هو رضا عبد العال بيعمل معاك كده ليه؟ لا مش معايا، ده اسلوب رضا. هو رضا دخل في الاعلام كده مع كل الناس، طريقته كده مش معايا. بالعكس رضا على فكره، رضا علاقتي بيه كويسه جدا. فرضا مش معايا، رضا ده اسلوبه اللي هو ايه بقى، اللي هو خالف تعرف، هو رايح في سكه الناس كلها تبقى رايحه في سكه، وبيروح في سكه تانية من اجل الترند والشهره. هو طريقه رضا كده، اداؤه كده، شغله كده، نقده كده، تحليله كده. مفيش مدرب بيعجبه، مفيش لعيب بيعجبه، مفيش فريق بيعجبه، هو ماشي في السكه دي واكله مع بعض الناس، بتعمل له ترند، بتعمل له مشاهد، بتعمل له شعبيه، فهو ماشي في السكه دي. لا مع شوبير ولا مع مدحت شلبي ولا مع مش عارف مين، مع الناس كلها. فهو ده اسلوب حياه بتاع رضا عبد العال، مش معايا انا بس. طب ليه بيعتمد على يعني الاثاره وخلف تعرف ويهاجم كل الناس؟ ده بيعود عليه بايه؟ على فكره هو رضا من زمان كده، يعني رضا لما جالنا النادي الاهلي طريقته كده في حياته. بس هو دلوقتي ده بيعود عليه بايه؟ ماشي، عامل له شهره، عامل له نجوميه، عامل له مشاهدات، في ناس بتحب الاسلوب ده، في ناس بتحب يعني عشان الترند من الاخر. هو رضا بيحب كده. طب انت موافق على المبدا ده في الاعلام؟ لا 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 انت مش بتاع الترندات ولا ال اصل نطلع ترندات من غير ولا حاجه، ولا الاثاره ولا الهجوم من اجل الترند. بالاخبار الصحيحه، الترند بالقضيه الجيده، مش بالفحلوه يعني افتراضات. لا اسلوبه طريقته هي عاجباه بس. كمان اوجه لك سؤال. ايوه. ايه سبب التوتر علاقه بينك وبين حسام وابراهيم؟ بصي انا ليا اسلوبي في شغلي. تمام. اسلوبي بيعتمد على الخبر والنقد الفني. اوكي. ومش هغيره. تحت اي ظرف من الظروف مش هغيره. موافقين. طريقتي ان انت لو انت كويس او جايب سقفلك هايل، لو انت وحش اقول لك لا انت ما كنتش كويس. ممكن حسام وابراهيم. بس انت معلش هفكرك بحاجه. انت قلت قبل كده وانا سمعتك بودني دي ان انت مش حياتي في كل حاجه. لا حاجه في الوطن هبقى حياتي فيها. بدليل انك قلت انا بدعم الكابتن الخطيب في انتخاباته. لا انتخابات. وده لا 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 مش حيادي في الانتخابات. في نقاط ما فيهاش حياد. يعني تيجي طب سيبينا نرد عليك يا كابتن. يلا قول. اصل انا ما بحبش اعدي حاجه. يلا. انت قلت لي انه بالنص كده بالظبط ان انت مع كابتن خطيب عشان بتحبه. طبعا. مش علشان الحياد ولا عشان المصلحة والغلط. الانتخابات. دلوقتي جاي بتقول لي لحظة بس انه انا الصح صح والغلط طبعا كلام بالراحة بس. انت في انتخابات قدامك يمين او قدامك واحد محمود الخطيب، اتنين محمود طه. فانا خدت موقف محمود الخطيب، هنا ما ينفعش يبقى فيه حياد. هنا قرار لا بقى. كأهلاوي مش كإعلامي. يا ستي كأهلاوي وكإعلامي وككل حاجة، أنا كراجل كإعلامي ليه؟ إعلامي النهارده في تغطية الانتخابات لازم تكون حيادي يا لا كابتن. لا اللي حصل لا لا تقول ده وتقول ده. لا طبعًا لازم أقول الاتنين، لكن أنا أكون مساند مين بكون واضح جدًا. لا لا أنا عندي في حاجات ما فيهاش ألوان وما فيهاش خيارات وما فيهاش. توهني كده. لا والله ما احتوى. أصل عايز أرد لك على ده. تعالى نرجع ل حسام وإبراهيم. حسام وابراهيم زمالة عمر، احبها واحترمها واقدرها. بعدين خليني اكمل بس. اكمل. واحترمها جدا. شغلي بقى كناقد، انت النهارده وانت بتدرب انا دوري بقى وانت بتلعب مباراه اقول لك هايل المباراه دي، هايله وتكتيك حلو وكسبت و و عملت مباراه وحشه خسرت مباراه تكتيكك مش كويس فاقول لك لا ما كنتش كويس. حسام ممكن في الحته دي بتزعله شويه، بتضايقه شويه، هو بيحس انه لا انتوا جايين عليا، انتوا مش معانا بس على فكره. طبيعه حسام طول عمره كده، حسام بيحب دايما يبقى يكسب، ما بيحبش يخسر، ما بيحبش الناس تنتقده، دي طريقته، دي تكوين حياته. فانا طبيعتي في شغلي، انا طبيعتي هنا ناقد، انا بتكلم ناقد فني، بتتكلمي في مباريات. طب كناقد. نعم. ايه رايك حسام حسن وابراهيم حسن؟ ان هم يدربوا المنتخب احسن اختيار وافضل اختيار فعلا في الوقت الحالي. طبعا طبعا، لان انت خلاص طبعا دي ما فيهاش حياد. انت بتتكلمي في منتخب مصر، خلاص. في مصلحه منتخب مصر، خلاص. في مصلحه بلد خلاص. هم الاختيار اللي تحت امرك. شكرا.